العموم نرجع للحلا اليوم. أوكي. حنسوي حلا التمر. التمر. أيوه. أول شيء يا سارة حاخد بسكوت تقريبا 2 كوب بسكوت مطحون وحضيف عليهم السكر تقريبا ملعقة. أوكي. وحضيف رشة ملح. لإسم هذه الوصفة ولا؟ هذه تعتبر شبه تشيز كيك. أوكي. بس ما مو تشيز كيك يعني فيها يدخل الجبنة والكريمة. واستخدمت فيها التمر اللي هو الرطب. بعد كده حستخدم أظن نوع التمر يفرق كثير في الحلا. أيوة وترى حتى أنواع التمر في نوع تعطيك نفس لو طحنتيها يعطيك نفس الكراميل في نكهات مختلفة للتمر بعد يعني صح. لما تصير عجوة لما تنعجم مع بعض. أيوة. وحطيت تقريبا 100 جرام زبدة دايبة وحخلطهم مع بعض لين ما تتكون لي تقريبا شبه العجينة. تمام. أنا أحب التمر أسوي المافن عادة يعني أسويها بنانا بالموز وأطحن التمر وبس كذا أرميها في الأخير يعني في نفس العجينة وتطلع صراحة تحفة. سارة التمر في أي وصفة سويت لذيذ. أي والله. بالإضافة إنه قيمته الغذائية جدا عالية يحتوي على البوتاسيوم المغنيسيوم جدا مفيد يعني حتى هو ممكن نستخدمه بديلة السكر في بعض الوصفات يعني. بما أنك كنت في جدة قريب في حلا في جدة ما حتى ما أعرف إيش اسمه كانوا يسووه بالتمر كان طبقة نفس هذه البسكوت تمرية وبعدين تمر بعدين في كده زي كاسترد يمكن ولا شفن مو كراميل أكشلي كراميل. أي عرفتي هذه الكذا يقصوا مكعبات. أيوة عرفتي. أيوه عرفته هو. أيوة. برضو حلا التمر. أيوة برضو هو كله نسميه حلا التمر بس أي واحد أنت كيف ما تشرحيه يعني. أهو هنا بدأ. أيوة. خلاص كده بعد كده يا سارة حسوي الكريمة ممكن أضغطه كمان بزيادة إذا حبيت. أوكي. دي الطريقة وهذا يعني أصلا حلا ما حينخبز صح في الثلاجة؟ حينخبز بالفرن وبعدها في الثلاجة. أوكي. حضيف نستلة مكثف. أيوة. حليب مكثف. تمام. وحضيف كمان كريمة جبنة كريمية. أوكي. حسب قشطة عادة. وهنا قشطة كمان. أوكي أنت جايتك. أوكي. سارة ممكن تساعديني تحطيها؟ أيوة أكيد. يلا نشغل العضلات شوية. أيوة طبعاً أبداً هذه ما فيها كالوريز ولا دسامة وتأكل عشرة عادي لا قطعة بسيطة ما تأثر ما تأثر عادي جداً. أيوة. بس يعني بما أنه ويكند فعادي. بعد كده حوزع التمر ممكن بشكل عشوائي وممكن كده نرميها حبات. أوكي بس هذا نوع التمر إيش؟ الرطب. الرطب طبعاً أشيل منه النوى وأشيل منه قشرة الرطب نفسها اللي من برا اللي من برا. أي أوكي حوزعها بهذه الطريقة. حضيف كمان مكسرات شوية عشان كذا تطلع كرانشي البيكان. أيوه. وإذا حبيت ممكن أضيف كمان بسكوت كسر بهذه الطريقة. عرفت هذا إيش حيكون. عرفته شكرا. صراحة إحنا عندنا في السعودية الحلا بالتمر مرة يبدعوا فيه والمحبوب عند الصغار والكبار صراحة. أكيد. أوكي هذا جاهز. شكرا سارة. حتصبيه زي ما هو فوق على السويت على التمر. كان في صوت مروحة ولا مكيف ولا شيء انطفى صح؟ اي الثلاجة. وحخلطه بهذه الطريقة. واو. بعد كده حدخله الفرن تقريبا 10 دقائق لما تحسيه شويه ماسك مع بعض واخليها تبرد وادخلها الثلاجه لمده ساعه او لما تبرد ممكن نقطعها ساعه. أيوة. ساعه من جد تقريبا. ايوه لما تبرد عشان لما تتقطع تكون متماسكه. لما تبرد مو ساعه في الفرن لا 10 دقائق ساعه. أيوة. في الفرن 10 دقائق. معليش اليوم عشان بما انه بنتكلم عن الهرمونات وهنا. أيوة. سويتها بنكهه. واو هذه كذا النتيجه. ايوه وهنا بالسولتد كراميل. اوكي واو
بس كيف عملت؟ كيف استني كيف وصلت كذا؟ حطيتي فوق ايش الطبقه اللي فوق؟ الطبقه اللي فوق هي هذه الطبقه، رشيت عليها شويه شوكولاته باودر وبعدين رصيت البيكان وبعدين صوص الشوكليت. اوكي بس الرمان هذا جديد الصراحه، حطيت كذا كزينه. أوكي. ممكن يعني نستغني عنه. أيه. وهنا سويتها قطع صغيره وحطيت عليها البيكن والسولتد كراميل. كيف سويت السولتد كراميل؟ جبت الكراميل عادي، سكر مع ذوبت السكر في النار. أيه. حطيت قشطه وزبده، وبعد كذا لما ينتهي تحطي ملح البحر الخشن شويه. اوكي بسيطه. طيب خلينا ندوق، اول شيء خلينا نصب القهوه. قولي لي ايش يذكرك بهذا الحلا عهود؟ يعني متى تعلمتي؟ متى كنتي تاكليه؟ يعني كذا شوي شاركينا بذكرياتك. احنا اول هذه الوصفات الصراحه احنا اول كنا ناكل التمر بشكله الطبيعي صح. أيه. ما تدخل في الحلويات او شيء. بعد كذا بدينا نتعلم شوي شوي، دخلت في العصيده، دخلت في الحلويات، صار دحين تشيز كيك التمر، صار عندنا مافن التمر. تفضلي. وصار منتشر. شكرا. وصار منتشر بشكل كبير في الدول العربيه في الخليج وفي الدول العربيه صح. وهذا هدفنا، انه نوصل خيرات بلادنا للعالميه. ليه لا؟ يعني انه يكون التمر يعني عالمي. واللي جديد على عالم التمور، ايش اكثر انواع التمور اللي انت مثلا تفضليها او تخلي الناس تشتريها مثلا؟ انا الصراحه احب الرطب في موسمه. ايوه. واحب الروتانا. احب البرحي، احب كثير انواع تمور. أيه. يعني انا اعشق التمر مع القهوه العربي. احسن طريقه انه نحتفظ فيها، اقول لك ليش؟ لانه انا مثلا اوقات اروح السعوديه اجيب معي صندوق كامل هذا حق السنه كلها. ايش احسن طريقه انك تحتفظ بالتمر لمده طويله؟ هو يعني على حسب نوع التمر. أي. في تمر سكري عاده انا اجيب صراحه. طيب ممكن ينحط في الفريزر، هو زي هذا تقريبا. ايوه ممكن يتجمد وفي الفريزر اذا كان مده طويله، يعني مثلا بالشهور. بس اذا مثلا بالشهر او اسبوع اسبوعين في الثلاجه عادي. عادي. ايوه بس يتفرزن يعني التمر. يتفرزن التمر. خلينا ندوق طيب الحلا سوا. ونجرب. وفعلا في يعني التمر زي ما بقول لك، يعني زي ما انت قلتي يستخدم صار في الكيك كمان. تفضلي تحت حلي معايا تخليني لحالي. انا خلاص شبعت من جد. بالعافيه. وبناتك يحبوا يسووا معاك الحلا عاده؟ ايوه. واو صراحه بالعافيه فنان والله. ما هو تشيز كيك جاي على نفس الحلا اللي انا وصفته تقريبا، بس شايفين هذه الطبق الكاسترد هذه جايه كذا طعمها مو حالي كثير. لا. انا توقعتها حالي كريم. كثير. ايوه جاي كريمه بس على قشطه اكثر. ايوه كيف الكنافه بالقشطه مثلا، حاجه زي كذا، وفيها تحت البسكوت، بعدين التمر، وبعدين في البيكان والسلطه كارميل. صراحه الكومبو فنان. وهذه نفس الطريقه بس على اساس سويتيها كبيره كمان هذه.